هو رجل يثير الجدل في كل خطوة يقدم عليها وفي كل مفصل من مفاصل حياته. إيلون ماسك يعرف تماماً كيف يبقي الناس مشغولين بالحديث عنه، ليس فقط عن أعماله وحياته المهنية بل حتى العاطفية. كشف كتاب جديد يتحدث عن السيرة الذاتية للملياردير الأمريكي أن علاقته بالممثلة أمبر هيرد كانت الأكثر ضرراً له، حتى إنها كانت أضر من علاقة ماسك المشحونة بوالده. علاقة الحب القصيرة التي جمعته مع هيرد قبل ارتباطها بالنجم العالمي جوني ديب كانت دائماً ما تتخللها معارك طاحنة وعواصف من الاضطراب، كانت تجعلهما مستيقظين طوال الليل للقتال. يقول كاتب الكتاب والتر إيزاكسون إن هذه العلاقة كانت دوامة مظلمة، وكانت العلاقة الأكثر إلاماً التي مر بها مؤسس تسلا على الإطلاق. وعندما طلب إيزاكسون مرة من ماسك شرحاً عن تاريخه الرومانسي المضطرب، أجاب الملياردير الأمريكي قائلاً: أنا غالباً ما أكون أحمق، ولكن بشكل خاص فيما يتعلق بالحب.